السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل زمان وفي كل مكان. احنا التقينا أمس في برنامج الحوار عن فيضانات السودان وعلى أثر فيضانات السودان على السودان، وما هي البواعث التي أدت إلى حدوث هذا الفيضان. اليوم هناخد محاضرة مطولة هتكلم فيها عن 5 محاور إن شاء الله. هي المحاضرة اسمها فيضانات السودان والتغير المناخي زي ما احنا شايفينها. وطبعا انا بشكر كل الشباب اللي ساعدوني في عمل المادة العلمية والمادة الاعلامية في هذا المجال، ومنهم الصورة التانية. علي الصورة التانية منهم أليو محمد اللي هو بيشتغل في الإغاثة الإسلامية عبر العالم في مدير مكتب الصومال هناك، وكذلك الأستاذ عبد العزيز خاطر اللي هو بيشتغل في العمل الإنساني وعمل الإغاثي والتنموي. أشكرهم، وأشكر كمان أخونا اللي هو علي الشوى اللي بيعد المادة الإعلامية اللي بعد كده. احنا عندنا عناصر اللقاء اليوم او عناصر المحاضرة اليوم 5 5 5. خليكم معانا علشان المحاضرة دي فيها اكتر من 30 شريحة، يعني بذلنا فيها جهد كبير جدا جدا جدا. في جزئين الاولانيين دول هيكونوا مش مباشرين، لكن هم المؤدين لما حدث في السودان اللي هو التغير المناخي زائد الفساد الاداري في العالم كله وليس فقط في اي دولة معينة، زائد فيضانات السودان، وزائد الرابعة اللي هو هتكون معيارية تعامل المجتمع الدولي والدول الأخرى والمؤسسات مع فيضان السودان ومقارنتها بأماكن أخرى، والأخير اللي هو الحلول المقترحة. فأرجو أنكم تصبروا معايا، لأن الجزء الأولاني هو جزء متخصص في التغير المناخي والفساد الإداري، لأن مفيش فيضان في أي مكان في العالم حاليا إلا وراء سبب من أسباب هذه الفيضانات. التغير المناخي ده القضية أو ده بيت القصيد اللي احنا بنتكلم فيه من سنوات لنا جميعا، القضية أو بيت القصيد. وفي هذه القضية احنا بنتكلم عن حاجة اسمها الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري يعني معناها درجة حرارة الكون بترتفع، يعني معناها فيها غازات بتخرج من إما غازات بشرية أو في الغازات اللي هي نتيجة الصناعات الغير صديقة للبيئة. ما هو غاز الاحتباس الحراري؟ غاز الاحتباس الحراري الغازات هي الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية اللي هي الصناعات اللي بنتكلم عنها، والطيارات والسيارات إلى آخره إلى آخره إلى آخره، والمراكب والقطارات إلى آخره. الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية أهم محركات التغير المناخي. دي من أهم محركات التغير المناخي هي الغازات الدفيئة اللي بتخرج من العربيات، بتخرج من الطيارات، بتخرج من المراكب، بتخرج من القطارات، بتخرج من اللي هو المصانع إلى آخره إلى آخره. تتميز هذه الغازات الدفيئة بأنها خارجة من نشاط بشري، إحنا اللي بنعمل، يعني إحنا اللي بنخرجها. يعني إحنا حاليا دلوقتي إحنا اللي بندمر الكون وإحنا اللي بنرفع درجة حرارة الكون. بتتغاب بتتركز بقى وتروح فين الغازات الدفيئة دي؟ في الغلاف الخارجي للكون. واخد بالك؟ ودي اللي بتتغير تركيزاتها من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان. النقطة الثانية اللي هو ازدادت الانبعاثات الغازات الاحتباس الحراري دي السنوية، كانت في عام 1991 قرابة 1%، وأصبحت في وصلت ل 40% في عام 2012، وما زالت بترتفع. يعني هي كانت منذ حوالي 91، يعني 91 ل 2012، يعني حوالي 9 سنين، 21 سنة، ارتفعت من 1% إلى 40%. وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، كان معناها ثاني أكسيد الكربون العالمية من الوقود الأحفوري في طريقة الارتفاع دائما، وبدأت ترتفع لأرقام قياسية في عام 2019، ده وفقا لتقرير جديد صادر عن مشروع الكربون العالمي،
وده هيعرض العالم لخطر تغير المناخ الكارثي بسبب هذه الغازات المسببة للاحتباس الحراري. اللي بعد كده دي خريطة الايه الاحتباس الحراري، ولا احتباس الخريطة اللي بتبين لنا الدول اللي بتنتج ثاني اكسيد الكربون اللي بيؤثر سلبا على المناخ الخارجي حوالينا. انا بتكلم ده مدخل لقضية السودان والمدخل لفيضانات السودان. اكتر دولتين بيؤدوا الى انتاج هذا ثاني اكسيد الكربون هما دولتين بيكونوا 41% من كمية ثاني اكسيد الكربون اللي في العالم كله. الصين 29% والولايات المتحدة الأمريكية 16%. يعني بنتكلم احنا عن 45% من ثاني اكسيد الكربون بيطلع من دولتين فقط، اللي مش 41، هنا في غلط في الرقم، 45% زائد. لو احنا ضفنا لهم اليابان والهند وروسيا الى اخره هنوصل لاكثر من 65%. يبقى في دولتين فقط الصين والولايات المتحده الامريكيه بينتجوا 45% من ثاني اكسيد الكربون على مستوى العالم، وده اللي بيؤدي للاحتباس الحراري وبيؤدي للتغير المناخي، او احد الاسباب الرئيسيه اللي بتؤدي الى الاحتباس الحراري او اللي هو التغير المناخي. بعد كده بالنسبة للانبعاثات العالمية من الاحتباس الحراري للفرد، زي ما احنا شايفين المتوسط بتاعها 4.8 طن من ثاني اكسيد الكربون، ده على مستوى العالم، لكن هي عالية جدا في بعض الأماكن زي استراليا 17 تقريبا 17 طن للفرد، الولايات المتحدة الأمريكية 16 طن للفرد، الصين 7 طن للفرد، والاتحاد الأوروبي 7 6.7 للفرد. فدي الانتاج على بالنسبه للفرد الانسان في العالم هو بينتج بيبرز او الانبعاث الحراري اللي بيخرج من الفرد فينا، هتلاقي اللي في امريكا وفي استراليا اعلى معدلات في العالم. بعد كده هو دي طبعا خريطه ثانيه اللي هو الانبعاث ثاني اكسيد الكربون بالفرد، برضك هتلاقي دي احصائيه اخرى موجوده عندنا ان هو في استراليا هنا وصل 18.6، الولايات المتحده الامريكيه 16 و18، وهكذا بتنزل لغايه ما توصل لاوغندا اللي بتساوي 1.1 1.1%. فطبعا ده يعني نصيب الفرد من اللي هو من انبعاث ثاني اكسيد الكربون. في الشريحه اللي فاتت هات اللي قبل كده يا علي، وفي الشريحة اللي فاتت حوالي 17%، والشريحة دي لا دي اللي بعد دي 18%. يعني الدول الصناعية هي اللي بتصدر أو تنتج أو تبعث هذه الكمية من ثاني أكسيد الكربون في العالم، وده أخطر حاجة بالنسبة للانحباس الحراري وبالنسبة للتلوث البيئي وبالنسبة أيضا للتغير المناخي. بعد كده بيروح فين ثاني اكسيد الكربون، او اللي هو الجلوبال فوسيل بتاع ثاني اكسيد الكربون ده بينزل في الايه في البحار والمحيطات الى اخره، زي ما احنا شايفين في الخريطه. انا مش بتكلم فيها بالتفصيل عشان عايزين ده مدخل اساسي ومدخل رئيسي لايه للي بيحدث في السودان واللي بيحدث في اثيوبيا واللي بيحدث في الصومال وبيحدث في كينيا وبيحدث في تنزانيا من الفيضانات اللي بتحدث كل سنة، اللي هو التغير المناخي نتيجة للتلوث البيئي، نتيجة الانحباس الحراري، نتيجة اللي هو انبعاث ثاني أكسيد الكربون من الدول الصناعية، زي ما قلت قبل كده ما بين أمريكا والصين 45% من كمية ثاني أكسيد الكربون بتبرزها أو بتفرزها هاتين الدولتين فقط. بعد كده هنا طبعا بياتي مع الانتفاع درجه الحراره هجره الايه الجراد. الجراد من اخطر الحشرات الضاره بالنسبه للامن الغذائي، بتاكل محاصيل لا حصر لها ولا قوه. وده طبعا دي الحركه اللي هو التوالد والهجره من اسيا للشرق الاوسط لشرق افريقيا الى اخره الى اخره في اشهر معينه.
لما بيرتفع درجة الحرارة ده بيساعد على إن الجراد يتوالد بسرعة وتنتقل هذه الأسراب من الجراد زي ما احنا شفناها من شهر أو شهرين من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة. بعد كده تأثير الجراد على الأمن الغذائي خطير خطير خطير. ينتشر طبعا الجراد في يعني مثلا نحن احنا دلوقتي عندنا في فيضان في السودان، لكن في جراد هيجي للسودان ايضا للاسف والعياذ بالله ووصل لاماكن اخرى. ينتشر طاعون الجراد في منطقه شرق افريقيا مما يهدد الامدادات الغذائيه لعشرات الملايين. حجم تفشي الجراد اللي اصاب الان 7 دول في شرق افريقيا هي دول كينيا والصومال واثيوبيا واريتريا واوغندا وجنوب السودان. يعني ازداد حجم تفشي الجراد في هذه المنطقه، والخبراء بيقولوا ده هيكون نذيرا لارتفاع درجات انه قد يكون نذيرا لاشياء تاتي مع ارتفاع درجات حراره سطح البحر اللي بتؤدي العواصف الشديده وتغير المناخ الى ترجيح كافه الميزان لصالح انماط الدوران مثل تلك المهدات. يعني احنا بنشوف ان تغير الانحباس الحراري والتغير المناخي بيؤدوا الى ازدياد هجره وتوالد الجراد اللي بيؤدي بالتالي تاثيره على الامن الغذائي وحصر وحصد المحاصيل الزراعيه في الاماكن اللي احنا واحنا ذكرنا 7 اماكن في شرق افريقيا. بعد كده بردك الجراد والامن الغذائي هنا مهم جدا. في شهر يونيو زادت المخاوف من زياده اعداد الجراد الصحراوي بمقدار 400 ضعف مقارنه بشهر فبراير في نفس السنه، مما ادى الى دمار واسع النطاق للمحاصيل والمراعي في القرن الافريقي المعرض بشده لحدوث مجاعه. يبقى احنا بنتكلم ان هو في فيضان في السودان، ايوه، في موجود في الصومال، ايوه، كان في كينيا وتنزانيا الى اخره الى اخره، لكن هنا الخطر الاكثر اللي جاينا دلوقتي اللي هو الجراد اللي بيدمر كل المحاصيل الزراعيه. في افريقيا في 13 مليون شخص في جيبوتي واريتريا واثيوبيا وكينيا والصومال بيعانوا من انعدام امن غذائي حاد، انعدام امن غذائي حاد وفقا لوزاره الاغذيه والزراعه اللي هي الفاو اللي بنتكلم عنها دي، في حين في 20 مليون اخرين على حافه الهواء. يعني بنتكلم عن 33 مليون في المنطقه اللي بنتكلم عنها دي في ال7 أو 8 دول دول. ده بالنسبه للامن الغذائي اللي هيكون جزء من عدم وجود امن غذائي، ده هو انتشار الجراد وتوارد الجراد وهجره الجراد. بعد كده عامل الامطار الاستثنائيه والفيضانات تفشي الجراد ما قدرناش نتعامل معه علشان كوفيد جالنا في 2019. يعني 2019 كان عندنا فيضانات وبعدين جت كوفيد في 2019 فما عرفناش نتعامل معه، فاصبحت قدره السكان في منطقه شرق افريقيا اضعف مما كانت لمواجهه الجراد ومواجهه الايه الفيضانات الموجوده. ومهطول الامطار الاستثنائي في عام 2019 ناتج عن مياه الدافئه في غرب المحيط الهندي اللي بنسميها احنا ايه بقى؟ اللي بنسميها المحيط الهندي ثنائي القطب، وهذا يساهم ايضا في اندلاع الحرائق. يعني هتلاقي ان في المحيط الهندي احنا فاكرين السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كان في حرائق كبيره جدا فين؟ في استراليا. وكان في حرائق في افريقيا اللي هي في انجولا واعتقد وكان برضه حرائق في الامازون لو احنا فاكرين، يبقى كان في الامازون وكان في استراليا وكان في انجولا وكان في الكونغو نتيجة الارتفاع درجة الحرارة وقلة الرطوبة. بيؤثر هذا اللي هو المحيط الدافئ المحيط الهندي مسميه اللي هو المحيط الهندي ثنائي القطب على حدوث الحرائق دي، وفي أماكن أخرى بيؤثر على هطول الأمطار جنب إلى جنب مع الأعاصير المدارية والغربية بين أكتوبر وديسمبر اللي أدى إلى النحوض بحيرة فيكتوريا. حوض بحيرة فيكتوريا اللي هو يعتبر إيه؟ يعتبر ده مصدر النيل الأبيض. ازداد معدل الامطار من 150 الى 200%. يعني نشوف احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن حرائق في اماكن وبنتكلم عن هطول امطار في اماكن، وده كله ناتج عن التغير المناخي اللي جزء اساسي ومحوري منه ارتفاع نسبه ثاني اكسيد الكربون الناتج عن الصناعات الغير بيئيه والغير صديقه للبيئه، واللي بتتمثل فيها دولتين فقط بيصدروا او بيصدروا أو بيبثوا 45% من نسبة ثاني أكسيد الكربون في العالم. وطبعا الأمطار لما نزلت في ارتفاعات أثيوبيا في الأشهر الماضية دلوقتي في الصومال في نهر شابل ونهر جوبا في
آلاف من المزارعين هاجروا الأماكن بتاعتهم علشان الفيضانات الموجودة داخل إيه الصومال، واللي جت أصلا من أثيوبيا هذه الفيضانات. بعد كده هنا في خريطة جميلة جدا واخدينها بالأقمار الصناعية للصين، اللي على الشمال وفيها اللون الأصفر ده، تجد إن ده في شهر من 1 لـ20 يناير عام 2020، واللي على اليمين اللي هو برضك نفس الصين موجودة وفي نفس المنطقة موجودة، اللي هو من 10 لـ25 فبراير 2020، في وجود اللي هو الكورونا قبل أن تغلق أو توقف أو تتوقف المصانع في الصين، كان الشكل اللي على الشمال اللي هو في الرقعة الصفراء دي، ودي اللي بتورينا كمية الانبعاث ثاني أكسيد الكربون اللي موجودة في داخل الصين ناتجة عن المصانع اللي في الصين فقط، فما بالك بقى اللي من أمريكا وما بالك اللي من الدول الأخرى. لما توقفت المصانع أصبحت صورة الأقمار الصناعية مش موجود التلوث ده اللي موجود عندنا، اللي هو ناتج عن ثاني اكسيد الكربون اللي بتنتجه المصانع في الصين. هذه صوره قمر صناعي تم التقاطها حين اغلق الصين لمده 3 اشهر. من كده اللي بنتكلم فيه، بنتكلم فيه ان احنا الدول العظمى او بنسمي نفسها عظمى لا تكترث بالمناخ والبيئه وصحه الانسان في العالم، انما تكترث فقط بقوه اقتصادها ومتانه اقتصادها وسيطره اقتصادها على اقتصاد العالم. بعد كده طبعا التغير في علاقة كبيرة جدا 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 بين التغير المناخي والفيضانات في شرق افريقيا. ما حدش يجي يقول ان في السودان ده مجرد بس او النيل فاض، لا فاض ليه؟ فاض ليه؟ يعني الناس في السودان بيقول لك من اكثر من 100 سنة لم يأتينا فيضان مثل هذا. من سنة ايضا كان في فيضانات اخرى في السودان، يعني احنا يعني قبل كده يعني كل سنة او سنتين او ثلاثة في المنطقة دي في فيضانات. لابد نعرف السبب، والسبب هو التغير المناخي المؤدي إلى حدوث الفيضانات أو الجفاف والتصحر في أماكن أخرى والحرائق في الغابات. بعد كده ده منظر من الفيضانات اللي حصلت في السودان في منطقة اسمها بلدوين في الصومال، وده بعض شباب الإغاثة ماشيين، ودي الأهالي يعني موجودين ماشيين، وطبعا ده أخف بكتير جدا من اللي موجود في السودان. بعد كده هل في علاقة بين التغير المناخي والكوارث الطبيعية؟ طبعا فيه. في شهر يناير وفبراير في 2020 الأمطار ازدادت أعلى من المتوسط، وربما تتعلق بالمياه الدافئة المستمرة في غرب المحيط الهندي. يعني احنا قلنا في نظرية بتاعت اللي هو المياه الدافئة في المحيط الهندي، فازدادت الأمطار اللي موجودة عندنا، ومن المتوقع ان يؤدي تغير المناخ، اسمعوا دي مره ثانيه، بتكلم عن تغير المناخ، الى زياده احتماليه حدوث هذه الاحداث مره تاليه، وارتفاع سريع في مستوى البحيرات في كينيا واثيوبيا، فهيبقى في فيضانات اخرى لانها متصله ببعضها. تغير المناخي والفيضانات متصلين ببعضهم. وشهر مارس لمايو سنه 2020 شاف كتير جدا من الامطار الغزيره نزلت، وارتفعت مستويات المياه في البحيرة برقم قياسي، بيوضح ان في كوارث هتحصل نتيجة للتغير المناخي اللي موجود في هذه في الكون، مش بس في المنطقة دي، في الكون. يعني ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع في الصين بيؤثر على المناخ اللي موجود في افريقيا. وهطول الامطار لاستثناء ما بين 19 و20 ادى لفيضانات، ما شفناها احنا البحيرات والانهار اللي زاد فيها الحاجات دي. فكل الفيضانات اللي بتجيلنا حاليا الان هي نتيجه للتغير المناخي السلبي الناتج عن الانبعاث الحراري الناتج على ازدياد نسبه ثاني اكسيد الكربون في الكون اللي تنتجه الصناعات الغير صديقه للبيئه. بعد كده الأمن الغذائي والتغير المناخ. أثر الطقس على نمو المحاصيل، طبعا ساعات الأمطار تهطل مرة واحدة فتدمر المحصول ويبقى فيه فيضانات ويبقى فيه سيول، وساعات ما تهطلش فيروح على الموسم الزراعي. يعني في بعض المحاصيل لابد تزرع في فبراير أو في مارس أو في أبريل ويجي لها الأمطار الموسمية الأخيرة، ما بتجيش الأمطار، أو لما ساعة الحصاد تقوم نازلة إيه الفيضانات أو نازلة الأمطار الإيه السيول إلى آخره. يعاني الناس في المنطقة كذلك في المنطقة دي، بس مش من الفيضانات، لا بيعانوا كذلك من الكورونا في الوقت.
ده بيؤدي لارتفاع اسعار المحاصيل الغذائيه الى اخره الى اخره. وبيجي فوق بيجي فوقها كمان ايه، ان احنا زي ما اتكلمنا احنا ان هجره الجراد وتواجد الجراد اللي بيجي عندنا بياكل الاخضر واليابس، وبيؤدي الى ايه، الى تدمير المحاصيل وارتفاع اسعار الغذاء في هذه الاماكن. دي بعض الصور من السودان زي ما احنا عارفين. يعني بنبص احنا في عام 2019 استمرت الامطار والفيضانات مفاجاه في 16 ولايه في السودان، وده ادى لسقوط 78 ضحيه وتاثر حوالي 350 الف شخص هناك، وتدمير حوالي 41 الف بيت تضرروا. الامطار ما لم تتوقف، يعني مستمره بطريقه غير عاديه، اللي ادت الى انهيار انهيارات ارضيه في جميع انحاء كينيا واوغندا من منتصف 2019 الى 2020. طبعا في اثيوبيا والصومال في فيضانات. يعني شوف المنطقه اللي بتكلم عليها، بتكلم عن السودان في 19، بنتكلم عن اوغندا، بنتكلم عن كينيا، بنتكلم عن اثيوبيا، بنتكلم عن الصومال، ها بنتكلم عن رقعة كبيرة جدا، اللي هو القرن الافريقي كله، اللي هو فيه 6 أو 7 دول يعني يضربها تضربها الامطار نتيجة التلوث البيئي والانحباس الحراري ووجود معدلات عالية جدا من ثاني اكسيد الكربون في الكون. حاليا في مصيبة تانية جت لنا في السودان، او جائحة اخرى جت لنا في السودان، اللي هي الفيضان الحالي اللي هو دمر ما لا يقل عن 100 ألف بيت، وشرد ما لا يقل عن 500 ألف نسمة، ومات فيه أكتر من 100، يمكن 150، مش عارفين أعداد بالظبط إيه، وما نعرفش عدد الحيوانات اللي نفقت، وعدد أكتر من 500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية اتغطت بالمياه في السودان. يعني كل هذه الأشياء مش هنعرف نتيجتها إلا لما الفيضان يقل. إذا نتكلم عن إيه؟ نتكلم في خلال العامين 19 و20 المنطقة دي بتضربها الفيضانات بطريقة غير عادية، نتيجة هرجع اقولها 100 مرة و1000 مرة ومليون مرة، نتيجة التلوث البيئي والتغير المناخي والانحباس الحراري وازدياد معدل انتاج ثاني اكسيد الكربون. اوعى حد يضحك عليك ويقول لكم دي بس مجرد شيء، اعوذ بالله مش عايزين، اعوذ بالله مش عايزين، يعني ربنا جاب البلاء. لا، البلاء احنا صنعناه بنفسنا لأننا لم نحافظ على مقدرات الكون اللي ربنا استخلفنا عليها. بعد كده الاستنتاجات، ده كل الكلام ده أنا بشكر فيه أليو وبشكر فيه الأستاذ عبد العزيز خاطر. كل أن المعلومات دي أنا ما عملتهاش، الشابين دول جزاهم الله خير سهروا عشان يجيبوا المعلومات دي ليكم. الاستنتاجات بقى، مع استمرار الدول الغنية، اسمعوا الدول ايه الغنية، في الانتاج اللي هو غير مراقب، سوف يؤدي هذا الى انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة اللي هي ثاني اكسيد الكربون، وترتب على هذا الاستمرار في حدوث الكوارث الناجمة عن التغير المناخي في جميع انحاء العالم. انا قلت من الامازون لانجولا لكونغو، وبعدين رايحين فين؟ احنا رايحين بعد كده دول شرق افريقيا، وبعدين رايحين مسافرين لافغانستان وباكستان، وبعدين رايحين بعد كده للي هو استراليا والحرائق اللي حصلت فيها. ستستمر دول شرق افريقيا في مواجهه الاخطار المتعدده والكوارث المتعدده من الفيضانات الخاطفه والجفاف وغزو الجراد وانتشار الامراض. ده هيكون موجود لان في المشكله يا شباب يا شباب يا شباب، التغير المناخي نتيجه تعنت الدول الصناعيه الكبرى في عدم الالتزام بان تكون صناعتها صديقه للبيئه. وسيستمر الملايين في المعاناه من نقص الغذاء والماوى الاساسي والتعرض لامراض يمكن الوقايه منها مثل الكوليرا والملاريا. حان الوقت دلوقتي، ده التوصيات اللي عملها اليو وعملها الاستاذ عبد العزيز، ان العالم يقف وقفه مع الدول المنتجه دي الصناعيه، ان لو تدمر العالم انتوا هتتدمروا كمان، مش بس افريقيا هتتدمر، مش بس اسيا هتتدمر، مش بس الغابات في الامازون هتتدمر، مش بس الغابات في اللي موجوده في استراليا هتتدمر، كلنا هنموت. الجشع والطمع والتسابق على ان هو تلوث البيئي في العالم كله. بعد كده دي بعض المراجع للشباب اللي هم محتاجين يرجعوا ويشوفوا فيها،
وانا بشكر اخواننا في اليو وكذلك عبد العزيز خاطر في اللي هم الماده العلميه. بعد كده هنا هنتكلم عن النقطه الثانيه من المحاضره، هي الفساد. العالم كله بيتراوح فيه الفساد، من دول عظمى او دول متقدمه او دول متحضره زي ما بيقولوا الى دول يعني متخلفه. وزي ما احنا شايفين ده اللي هو مؤشرات الفساد ما بين اللون الاخضر اللي هو اعلى دول في محاربه الفساد، اللي هي موجوده بالذات في نيوزيلندا وموجوده في الدنمارك، الى اقلها في محاربه الفساد اللي هي زي الدول اللي في القرن الافريقي ومنها الصومال الى اخره الى اخره، والسودان و السودان دي الحته اللي وليبيا وسوريا واعتقد افغانستان اللي هناك دي كلها واليمن الى اخره الى اخره. فالالوان دي كلها بتؤدي بتدينا ان في فساد، في فساد في المجتمعات، في فساد في الحكم، في فساد في ما بين الشعوب اللي بيؤدي الى كل هذه التغيرات المناخيه. ليه؟ لان الدول العظمى وكذلك الشركات العابرة للقارات لا تهتم لا ببيئه ولا بتربه ولا بحيوانات ولا بطيور ولا مياه، ودائما دائما دائما ما يدعو المصلحه الاولى هي مصلحه العمله التي يريدون ان يروجوا لها والكسب السريع من مثل هذه الدول التي ليس فيها حكومات قويه لكن فيها حكومات ضعيفه او حكومات فاسده. الشريحه اللي بعد كده ده بالنسبه للمنطقه العربيه، دول الدول العربيه كلها، وده اللي هو ترتيب الدول اللي هي بالنسبه في ده بالنسبه لمؤشر الفساد ده في 2019. دي مؤسسه الشفافيه الدوليه اللي عملته. هنلاقي في اقاع العالم الصومال رقم 180، في سوريا 178، اليمن 177، السودان 173، ليبيا 168، العراق 162، جزر القمر 3550، موريتانيا 137، لبنان اللي ضربتها الجائحه بتاعت مرفأ بيروت 137، جيبوتي 126، مصر 106، مصر اللي هي تعتبر دولة قوية ودولة كبيرة، الجزائر 106 دولة بترولية ودولة غازية إلى آخره، الكويت من 85، المغرب من 80، وهكذا 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 وهكذا. ده لا ده واقع العالم العربي بالنسبة لمؤسسة الشفافية وكيف نحارب الإيه؟ الفساد اللي موجود في الدول وفي بين الشعوب. اللي بعدها هنا في الشريحة دي في أفضل 20 دولة في العالم في مكافحة الفساد وأسوأ 20 دولة في العالم في مكافحة الفساد. الأفضل 20 دولة في العالم أغلبها دول أوروبية ودول أمريكية. الأسوأ 20 دولة في العالم في محاربة الفساد 9 منهم دول عربية وإسلامية، منهم الصومال، منهم أفغانستان، منهم أوزبكستان، تركمانستان، منهم السودان، العراق، منهم ليبيا، منهم تشاد، منهم يمن، وقرغيزستان. ده بناء على اللي هو الويكيبيديا بتاعت اللي هو كوربشن اندكس. فنجد هنا ان اعلى دوله في محاربه الفساد هي نيوزيلندا، بعدين الدنمارك، وبعدين فنلندا والسويد، دول اسكندنافيه، وبعدين سنغافوره، وبعدين النرويج. يعني شوف الدول، كل دول اسكندنافيه اللي فوق دي، زائد سنغافوره اللي هي دوله في اقصى الشرق، وبعدين نرجع بعد كده للنرويج وهولندا، وبعدين نخش على استراليا وسويسرا وكندا، حتى كندا نمر 10، واخد بالك؟ وتيجي ولوكسمبورج قبلهم، وتلاقي الحكومه اللي هو بريطانيا نمره 16. ها؟ وهكذا يعني. فده عشان ننظر للعالم اللي بيشارك في حرب الفساد أو بيو أو 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 حكوماته هي فاسدة بتشارك في اللي هو التغير المناخي سلباً ليس إيجاباً وللأسف يعني. بعد كده نخش بقى في المحور الثالث في المحاضرة بتاعتنا هو فضلان السودان. أنا اتكلمت قبل كده عن عدد المتضررين في 2020 نص مليون، عدد البيوت التي دمرت ما لا يقل عن 100,000، المساحة اللي اتغطت بالمياه قرابة 500 كيلو متر مربع أو أكتر. لا ندري كم عدد الحيوانات التي نفقت.
المحاصيل اللي راحت، فمش قادرين إلى الآن نحدد أبعاد الكارثة الطبيعية التي أصابت السودان، وأتمنى أن لا تصيب السودان في مخطر. هي كارثة إنسانية لم تصيب السودان منذ حوالي 100 عام زي ما بيقولوا، في 17 ولاية. يعني إحنا لما ننظر للرسم اللي على الشمال ده، هنلاقي في الخرطوم وشمال دارفور وسنار وغرب كردفان وكسلة والجدارف والجزيرة وشرق دارفور وشمال كردفان والبحر الأحمر وجنوب دارفور والنيل نفسه، ولاية النيل والشمالية، الشمالية دي ناحية مصر، والنيل الأبيض والنيل الأزرق وساوث كردفان، يعني 17 ولاية. شفت بقى قد إيه؟ وده في إيه؟ ده كلام زي ما إحنا فاكرين، وإحنا فاكرين التسونامي، الموجة بتاعت التسونامي لما ضربت باندا أتشي أو ضربت إندونيسيا في أقصى الشرق، وصلت للصومال في خلال أيام، للصومال في خلال أيام. يعني ده اللي هو، وده برضك نرجع نقول ايه، دي برضك جزء من التغير المناخي. في بعض الناس حطوا فيها اشياء، قال لك اصل ده ممكن يكون في تجربه نوويه بيعملوها في المحيط هناك، كل ده فنكوش، ده تغير مناخي بقوه، ونحن مش راضيين وبنقاوم محاربه التغير المناخي، واننا نقول للدول الصناعيه كفى كفى كفى، افسدتم العالم، افسدتم الديمقراطيات، أفسدتم الشعوب، أفسدتم الأمم، كفى كفى كفى. فده بعد كده، ده طبعا دي بعض المناظر لأهالينا في السودان وفي كل مكان. يعني الناس دي مش بتفسح، يعني أمهم، وهم شوف أربع شباب بيزقوا أمهم في إيه، فده في شكله مش ده مش مركب، ده يعتبر بانيو اللي هو بنستحمى فيه، وديك شايفين الناس عايشة إزاي. توابع هذه الأشياء، الأمراض اللي قد تكون كوليرا، الأمراض المعوية، طبعا البعوض اللي هو بيؤدي إلى الملاريا، وبيزداد الطين بلة بإيه تاني، بيزداد الطين بلة بإيه تاني، اللي هو يجي لنا الجراد، ها، وياكل المحصول اللي كان هينتج ومش هينتج حاجة دلوقتي. دي الحالة اللي احنا بنشوفها دلوقتي. اللي أنا أرجو منكم كلكم، وأنتوا تتصوروا أنفسكم أو نتصور أنفسنا داخل هذا البانيو، او على السرير غرفة النوم، او كالشاب اللي بيحمل اللي هو اللي في ايده مش عارف ده اكل ولا شرب ولا ايه الاخره، او البيوت اللي غرقتها المية. طبعا انا مش هقدر اجيب كل الصور اللي هي للاثار السلبية للفيضانات اللي حصلت في السودان في خلال الاسابيع الماضية. بعد كده هنا بقى نتكلم عن معيارية للتعامل مع فيضانات السودان. انا اللي بيزعلني كتير جدا جدا جدا، ممكن قلتها في المحاضره اللي احنا عملناها على جائحه مرفأ بيروت، شباب كتير جدا سافروا جدا، وانا متاكد انهم نيتهم كويسه ومش محتاجين لهم، لان الشعب اللبناني عنده كفاءات بشريه غير عاديه، لكن سافرنا وخدنا الصوره وخدنا اللقطه خلاص. طيب ما جيناش هنا ليه بقى؟ المجتمع الدولي، رؤساء سافروا، مؤتمرات اتعقد، وطبعا احنا بنشكر الرئيس الفرنسي ماكرون ان هو يعني بيتولى بنفسه مساعدة الشعب اللبناني ومراقبة المسيرة الديمقراطية للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية. انا مش هخش في السياسة يعني، لان كل واحد مش عايز يسيس الامور، لكن اين الرؤساء والزعماء والمؤسسات اللي انبرت للبنان؟ وانا لا اقلل من اثار جائحه مرفأ بيروت، ها ابدا، يحتاجون العون 100%، لكن انادي الناس الذين كانوا بمكيالين للجائحتين في شهرين متتاليين ولم ياتوا هنا واتوا هناك. جائحة لبنان، مرفأ اللبناني، احنا مش عارفين، تفجير حصل، ممكن يكون من الإهمال أيضا، من الفساد أيضا، ممكن يكون بفعل فاعل، الله أعلم. هنا مش بفعل، هنا بفعل فاعل أيضا، إن هم الناس الدول الصناعية اللي أدت إلى التغير المناخي والانحباس الحراري وازدياد نسبة الكربون، ثاني أكسيد الكربون في الدنيا كلها. الناس دي ذنبها إيه؟
الناس اللي ماشيه دي، واللي شايل بنته، واللي شايل امه، واللي شايل خالته، واللي شايل عمته، ذنبهم ايه من ان الدوله دي بتنتج كذا والدوله دي بتنتج كذا، وانا بروح بموت كل سنه؟ فاحنا نقول للعالم في العمل الانساني لا تكيل باكثر من مكيال. انا افريقي واعتز بافريقيتي واعتز بخلفيتي، وانا سوداني واعتز بلوني وبشرتي وبلغتي وثقافتي وديني، وانا اثيوبي وانا جنوب سوداني وانا كيني وانا تنزاني وانا انجولي. عاملني كما تتعامل مع الاخرين، نفس المعيار، نفس المعيار. بعد كده ايه الحلول المقترحه بقى؟ الحلول المقترحه بقى، اول حاجه في حلول قصيره الامد وفي حلول طويله الامد. الحلول القصيره الامد اللي هي اول شيء الشباب، انا بتكلم مع الشباب دلوقتي، مع الشباب، تفعيل نشر قضيه فيضان السودان في الاعلام، وخاصه مش الاعلام الحكومي بس، وخاصه منصات التواصل الاجتماعي لدى الشباب النشطين. دي نمره واحد. ممكن كل واحد فيكم يبقى محطه تلفزيون ومحطه اعلاميه. نمره اثنين، تفعيل وسائل جمع التبرعات من اجل السودان من خلال منصات التواصل الاجتماعي والشبكات الالكترونيه. انا اتكلمت في المحاضره بتاعت بيروت عن احد المبادرات اللي هي للمهاجرين اللبنانيين، جمع حوالي 5 أو 6 أو 7 مليون جنيه ما بينهم بعضهم من خلال اللي هو منصات التواصل الاجتماعي. نمرة ثلاثة، إرسال إغاثات العاجلة من الجمعيات والحكومات. ما تجيش العملية بطيارة وطيارة تقف في المطار عشان تصور، بقى أنت تقف في المخازن. المخازن مش مكان للإغاثة. المخازن مكان أو محطة لنقل المواد الإغاثية، الإغاثية. حث الحكومات المانحة خاصة العربية، لأن أنا السودان جزء من الجامعة العربية، على تسهيل وسرعة وصول الأموال إلى المستحقين في السودان. أقولها تاني، حث الحكومات المانحة خاصة العربية منها على تسهيل وسرعة وصول الأموال إلى المستحقين في السودان. ليه؟ البيروقراطية العقيمة والخوف من الإرهاب والخوف من كذا وكذا وكذا بيؤدي إلى هلاك المجتمعات وموت الأفراد وتدمير البنى التحتية. حينما نضع في هذه الأماكن إناس ليس لهم علاقة بالإنسانية. نمرة خمسة، حث كل منظمة التعاون الإسلامي، الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي على القيام بدورهم. بدورهم، إحنا بنقول دور إنساني وتاريخي من أجل إغاثة المنكوبين في السودان. نمرة ستة، تشجيع الشباب السوداني على الانخراط في التطوع من أجل إجواء ومساعدة المنكوبين. بعد كده. نمرة سبعة، تسهيل دخول فرق المتطوعين، يعني الحكومة السودانية لابد تسهل دخول فرق المتطوعين والجمعيات للمناطق المتضررة. نمرة ثمانية، عمل مؤتمر إغاثي دولي زي اللي عمله الرئيس ماكرون عشان لبنان، اللي جمع فيه حوالي 300 مليون أو أكثر دولار في يوم واحد. عايزين نعمل مؤتمرات نجمع فيها مليار أو اثنين أو ثلاثة للسودان كذلك. نمرة تسعة، تنسيق الجهود بين المؤسسات العاملة على أرض الواقع. نمرة 10، التنسيق مع مين؟ مع مؤسسات الأمم المتحدة، مؤسسات دولية العاملة في السودان للإغاثة العاجلة. نمرة 11، تحديد أبعاد وآثار الدمار التي أحدثتها الفيضانات. نمرة 12، رسم خريطة الطريق لمرحلة العمل الإغاثي والتي قد تستمر ما بين 6 أشهر لسنة. واضح ال 12 نقطة دول اللي هو في الحلول قصيرة الأمد. لا دي في غلط. ال 12 نقطة دول حلول قصيرة الأمد. دلوقتي هنخش على حلول طويلة الأمد. طويلة الأمد اللي هو إيه به؟ أول حاجة، رسم وتحديد خريطة الطريق لإعادة الإعمار ومعالجة الدمار التي أحدثته الفيضانات. من غير خريطة الطريق، من غير دراسة، مش هنعرف إيه نبدأ المرحلة دي. نمرة 2، تنسيق الجهود بين المؤسسات السودانية الوطنية العاملة على أرض الوطن. المؤسسات الوطنية أولاً. نمرة 3، تنسيق الجهود بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الدولية ومؤسسات الحكومة. الحكومة والمؤسسات الوطنية والمؤسسات الدولية مع بعض. نمرة 4، تسهيل دخول المعونات من أجل إعادة بناء ما دمر من منازل ومنشآت. نمرة 5، تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني المحلية والاستثمار في بناء قدراتها البشرية، ده الطويل الأمد. نمرة 6، الاستثمار في بناء البنى التحتية
البنى التحتية في السودان وغير السودان ما بنستثمرش فيها أموال. كتير جدا من الدول العربية لا تستثمر الأموال إلا في القطاع الأمني، إلا في القطاع العسكري، إلا في القطاع الاستخباراتي، للمحافظة على الحكومة وليس محافظة على الشعب والوطن. الاستثمار في بناء البنى التحتية لمنع حدوث هذه الكوارث مرة أخرى، الاستثمار في بناء القطاعات المدنية، مدنية سيفل سيكتور، الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والحرفيات والاقتصاد إلى آخره. كل هذه الأشياء خطط طويلة الأمد. نمرة كام بعد كده؟ نمرة 8، محاربة الفساد. ده ما ذكرت قبل كده في المحور الثاني، حيث أن ترتيب دولة السودان رقم 173 في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، وذلك يعد مؤشر خطير للمحافظة على الوحدة الوطنية للسودان. والسودان بلد احنا نحبها، وانا من الدول اللي انا بعشقها وهوايا هواها. يمكن لو غنيت لكم اغنية عبد الحليم حافظ الهوا هوايا، من السبعينيات وانا بزور السودان، ومحدش يجي يزايد عليا في مدى حبي للسودان واليمن وسوريا وكل الحاجات دي. اسكت، ما تكلموش معايا ابدا عن الحاجات دي، وبالذات السودان. والسودان هي اللي علمتنا كيف نعمل ونبدأ العمل الانساني في العالم منذ الثمانينيات من القرن الماضي. والسودان لها فضل على الكثير من الجمعيات والمؤسسات، سواء كانت عربية أو إسلامية أو دولية، حينما علمت هؤلاء كيف يصنعون مسيرة العمل الإنساني في العالم كله منذ ثمانينيات أو سبعينيات القرن الماضي. والسودان لها أبناء، بسم الله ما شاء الله، جهابذ في كل محور دولي يعملون في مجالات مختلفة. فلذلك احنا بنقول ايه؟ بنقول هيا بنا نساعد السودان ولا تزايدوا على حبنا للسودان. لما تسعى محاربة سلبيات التصحر والجفاف والتغير المناخي الذي يصيب الكون. الدول التي لا تراعي حرمة الانسان وتظل تمنع نفسها من ان تكون عضوا في مؤتمرات المناخ، هذه الدول تعمل ضد البشرية وتعمل ضد الانسانية. محاربة سلبيات التصحر والجفاف والتغير المناخي الذي يصيب الكون بعمل تحالفات مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية. نمرة 10، توسيع مساحة الحريات المتاحة للمجتمع المدني في السودان ومؤسساته. نمرة 11، وضع سياسات واستراتيجيات زراعية جديدة للمحافظة على المحاصيل الزراعية والثروات الحيوانية. نمرة 12، تشجيع الأعمال الحرفية والأسواق الشعبية لخلق فرص عمل كثيرة للشباب، وكذلك الاستثمار في دعم منظومة بناء المشاريع متناهية الصغر لدى الشباب. نمرة 13، وضع استراتيجية جديدة لكيفية الاستفادة من مياه النيل وتخزينها. تخزينها، كيف نخزن مياه النيل؟ بناء الترع والبحيرات والخزانات والسدود المائية وبناء الجسور وبناء الكباري وبناء الآبار إلى آخره إلى آخره، والحفائر إلى آخره. لابد أن نستثمر في كيفية وضع استراتيجية للمحافظة على مياه النيل وتخزين مياه النيل. نمرة كام؟ 14، التنسيق الدائم مع دول حوض النيل للاتفاق على كافية الاستفادة من مياه النيل حتى لا تجور دولة أخرى. عندنا يمكن 8 أو 10 دول، أثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبروندي إلى آخره، دول يقعدوا مع بعض علشان ما تتغولش دولة وتعمل 50 سد عندها والدول التانية تعاني من هذه السدود. نمرة 15، مراجعة سياسات التصدير والاستيراد لتسهيل تصدير المنتجات السودانية للعالم الخليجي. أنا اللي بعد كده، أنا بشكر الشباب اللي أنا كنت بشتغل معاهم، اللي هو عبد العزيز الخاطر وألي محمد وعلي الشوا، في إنهم ساعدوني إن أوصل هذا الصوت. أرجع لكم أقول في 5 نقاط أساسية في التعامل مع كارثة فيضانات السودان. أولهم التغير المناخي، ثانيهم الفساد الإداري، ثالثهم اللي هو التعامل مع الجائحة اللي هي الفيضانات في السودان، رابعهم اللي هو عدم التعامل بمعياريات مختلفة والتفرقة بين هذه الجائحة وتلك الجائحة كما رأينا في التعامل مع جائحة المرفق في بيروت والجائحة الفيضانات في السودان، الأخير اللي هو الحلول اللي أنا حطيتها. أنا أشكركم جميعا وجزاكم الله خير، واتمنى ان احنا نساعد الشباب. ورسالتي للشباب هو انتم الامل الذين ستصبحون قادرين على منع هذه الفيضانات ومحاربة التصحر والجفاف ومحاربة التغير المناخي
ومحاربة الانحباس الحراري، ومحاربة ازدياد معدلات انتاج ثاني اكسيد الكربون في العالم، لكي نحافظ على المخلوقات التي خلق الله سبحانه وتعالى لها الكوكب الارضي بما فيه من خيرات لكي تسعد، ليس لكي تنهب وتسلب وتهمش شعوبها. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.